مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة وفي رسالة جديدة. alors toujours مع الوصفات الخفيفة الوصفات الصيفية. اليوم خيرت لكم لا بيتزا تاع المقلة، هنعطيها لكم بمقادير بطبوطة حتجيكم بزاف خفيفة و اون ميم طون بزاف بنينة وسهلة، ماشي حتاخد معنا بزاف وقت في لا بريباراسيون ديالها. تبعوا معنا لي زانغغيديون. عندي هنايا 3 كيسان تاع فارينة، راني مغربلتها بيان سور. هنايا كاس تاع حليب دافي، 4 كاس تاع الزيت، مغرفه كبيره تاع ماكله تاع خميره الخبز، ومغرفه كبيره تاع ماكله تاع السكر. فوالا بالنسبه للكاس اللي عيرت به لافارين، نفس الكاس اللي عيرت به الحليب. بسم الله نبدا لا بريباراسيون تاع لا بيتزا ديالنا. اول حاجه نديرو هذاك الكاس تاع الحليب اللي قلت لكم دافي، ما يكونش بزاف سخون سينو يقتلنا المفعول تاعنا تاع الخميره. نزيدو عليه هذيك المغرفه كبيره تاع ماكله تاع خميره الخبز، والمغرفة كبيرة تاع ماكلة تاع السكر، فوالا، ونخلطوهم بالفول حتى ينسجمو لنا مليح، فوالا، نغطي هاد لو ريسيبيون ديالي بابي فيل، ونخلو هاد الخميرة تتفاعل. بعد ما خليت الخميرة ديالي تفاعلت مدة 5 دقايق، نضيف عليها هنايا شويه ملح باش لاباط تاعنا تاع البيتزا ما تجيناش سانطا. نسيت ما ذكرت لكمش الملح في المقادير، ونزيدوا عليه هذاك 4 كاس تاع الزيت. فوالا ونواصلوا نخلطوهم كامل بلي فول حتى ينسجموا لنا مليح. نبدا نزيد هنايا في الفرينه غير بشويه، كما قلت لكم راني دايره هنايا 3 كيسان وغربلتها بيان سور. نبداو غير بشويه ونشوفوا لاباط ديالنا وين وصلت. بسم الله هاد لابيتزا حتجيكم بزاف خفيفه، نبدلو ماشي توجور نديروها في لو فور. فوالا الواحد يبدل. فوالا نزيدو نضيفو لافارين حتى نلحقو القوام اللي رانا نحوسو عليه. انا توجور هاد لابيتزا نديرها بمقادير مضبوطة، توجو نخدم 3 كيسان و لاباط ديالي تجيني هايلة. سا ديبون لافارين لي تشروها ولا لي طيحو فيها، اسكو تشرب اسكو ما تشربش. فوالا نطموها كامل، فوالا غير بصبعتينا حتى نتحصلو على عجينة القوام تاعها يكون طري. توجو راني نزيد في لافارين ديالي غير بشوية بشوية غير بالمغرفة حتى تتكون معايا عجينة ونلحق للقوام لي راني نحوس عليه. هذيك العجينه ديالنا بعد ما طميناها شوفوا لا تيكستور تاعها، القوام تاعها بزاف طريه هايله. بون ماشي اللي تلصق في اليد، ماشي كيما العجينه تاع البريوش، اون ميم طون ماشي ناشفه بزاف. لو كان ديروها بزاف ناشفه لا بيتزا تاعنا راح تجينا ثقيله. فوالا نخدموها هكذا ما نعجنوهاش بزاف، بضعة دقائق برك باش تولي لنا بيان ليس، ونعطوها اون بال فورم. فوالا نطموها مليح نعطوها اون فورم شابه، نرجعوها في الريسيبيون نحطها في الريسيبيون باش تخمر، ونغطوها بابي فيلم. لاباط تاعنا راهي واجده، غطيتها بابي فيلم، زدت غطيتها بمنيدل بروبر، نحطوها دو كوتي تخمر، ونروحو نوجدو كيف كيف لاصوص تاع البيتزا ديالنا. بسم الله نبداو بلي زانغغيديون تاع لاصوص طوماط اللي راح نديروها للبيتزا تاعنا لنهار اليوم. عندي هنايا دو طوماط فريش، نحيت لهم لابو تاعهم، قشرتهم، نحيت لهم الزريعه وقسمتهم. عندي هنايا حبيبه بصل كيف كيف قسمتها. عندي هنايا حنستعمل كميه قليله برك من الزيت، مغرفه كبيره تاع طوماط كونسونطري، طماطم مصبره. وبالنسبه لي زيبيس انايا في لاصوص تاع البيتزا ما نستعملش بزاف لي زيبيس، نستعمل غير ملح، فلفل كحل، وفلفل عكري حلو. وبيان سور هنايا عندي شطبه تاع الزعتره، انا توجور لاصوص طوماط ديالي تاع البيتزا نحب نكهها بالزعتره. عندنا دي صوص اي دي صوص، وعندنا بزاف لي سورت. كان لي يستعمل في لاصوص طوماط ديالو تاع البيتزا الثوم، كان لي يستعمل ثاني كرنت، سي دي شوا اي سي دي غو. انايا في لاصوص تاعي تاع البيتزا هادو هما المكونات اللي نستعملهم توجور. في كاسرونه نستعمل كميه قليله تاع الزيت، حوالي 3 مغارف تاع ماكله هكذاك، نخليها تسخن مليح ونحط باقي المكونات. بعد ما سخن لي هذاك الزيت حطيت هذيك لا طوماط مع البصل ونخليهم يتبالوا
كيتبالوا نضيفوا عليهم لي زيبيس اللي قلت لكم، شويه ملح شويه فلفل كحل وشويه فلفل عكري، نزيدوا عليهم لي زيبيس هانا ونخليهم يدبالوا كامل كيف كيف. بعد ما دبالوا لي شويه هذاك البصل ولا طوماط، نضيف عليهم هنايا هذيك المغرفه كبيره تاع ماكله تاع طماطم مصبره طوماط كونسونطري، نحركوهم شويه، نضيفوا عليهم كميه قليله من الماء، ما نكتروش بزاف باسكو داك البصل ولا طوماط راهم حنا يتلقونا ديجا الماء ديالهم. فوالا نضيف عليهم هذاك الخصين تاع الزعتره كما راكم تشوفوا معايا هنايا، انا خليته بالخيط ديالو باش من داك ينرفدو يجيني ساهل. فوالا باش ما يتكسروليش هاد الشطبات هادوما تاع الزعتره مع لاصوص، جيني سهله باش نرفدها، سينو فتتوها لداخل الزعتره تاعكم. انا نغطيها ونخلي لاصوص طوماط ديالي طيب في غرضها. هذه في لاباتا بيتزا ديالنا بعد ما خمرت، انا راح نخمرها غير خطره واحده، كان اللي يحب يزيد لها اون دوزيام فوا يكسر لها كامل هذا الخمور ديالها ويزيد يخليها تخمر للمره الثانيه، انا نخليها تخمر خطره واحده ونكتفي بهذا القدر. نبداو نخدموا لاباتا ديالنا، نعاودوا لها غير هكذا خفيف خفيف برك، فوالا حاجه خفيفه برك، ديروا غير شويه برك فرينه في سطح العمل ديالكم باش ما تنشف لكمش. كما راكم تشوفوا معايا بديت نفتحها غير بالطول هكذا باش نقسمها، نسيو نديروها حجم متساوي، فوالا ما نديروهاش في الوسط خشينه وفي لي كوتي رقيقه، نسيو نديروها كامل لو ميم نيفو. فوالا عندي هنايا كوبات، اللي حبت تستعمل كوبات تستعمل، اللي عندها موس تستعمل موس، معليش كل واحد واش عنده. ونبداو نقسموها ونبداو نخدمو هاد لي مورسو ديالنا، نديروهم شكل تاع كرات صغار، وكي نلقاو كاش كريه ناقصه نقصو من وحده ونعاودو نستووهم كامل. فوالا نعطوها شكل شباب، هنايا ان بتي بلاطو نصبو دير عليه لا فارين باش ما تلصقناش لاباط ديالنا، ونبداو نحطو هاد الخبيزات باش نخلوهم يريحو للمره الثانيه. بون هادي راهي صغيره شويه، نزيد نقص لها باش يجوني كامل على شكل واحد. هنا نديروهم دي بتي بالون باش لا بيتزا تاعنا تجينا مفينيه وتجينا بشكل شباب. فوالا نكوروها مليح، نعطوها شكل شباب. فوالا بخاسك راهم قد قد هذه كيف كيف، راهي كبيره شويه، قلت لكم لي تجيكم كبيره على اختها تقدروا تنقصوا لها. فوالا هكذا باش نقيسوا عندكم هي ميزانكم، سي اللي حبيت تستعمل ميزان تستعمل. فوالا هذه شويه كبيره عليهم، هكذا حتى تحصلوا على كامل على نتيجه واحده وميزان واحد. نكمل كامل لي بول ديالي ونرجع معاكم. هاديك لاباط ديالنا بعد ما شكلتها كريات صغار وكامل من نفس الحجم، نعاود نغطيها بمنيدل بروبر ونخلو هاد لاباط تعاود تريح قيمة 5 دقايق هكداك. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا لاباط تاع بيتزا خليناها روبوزات مليح، عندي هنايا لاصوص طوماط وجدت نحيت لها هداك الغصين تاع الزعتره وميكسيتها، شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله، ريحتها بزاف هايله. Et pour la garniture, tu as la pizza, c'est au choix. Tout le monde garnit la pizza terre qui m'aime ou selon les ingrédients qu'il y a dans la maison. J'ai pris aujourd'hui un fulfil chlou khdar ou fulfil chlou ahmar. J'ai coupé ça des rondelles. J'ai fait des rondelles avec le bsal. Dans la maison, j'ai demandé le bsal. J'ai un autre fromage cheddar. Pour le fromage, tout le monde utilise le fromage qui est bien. J'ai un zitoun khel. Et ici, ton nature. بيان سور لا غارنيتور تولي ليكم، كل واحد يستعمل فلا بيتزا ديالو واش حب، كون نقدروا نخلوها سامبل. نبداو نحلو هاد لا بيتزا ديالنا، لا باتا هي تبان ما شاء الله بزاف خفيفه، سيو حلوها بيان غوند باش تجيكم اون بيل فورم، ما تحلوهاش بزاف رقيقه باش لا بيتزا تاعكم
ما تجيكمش يابسه وما تحلوهاش ثاني بزاف خشينه باش لا بيتزا تاعكم ما تجيكمش معمره بالفتات ولا بالبابه من الداخل. فوالا نحلوها مليح نعطوها شكل دائري. اون باراليل راني خليت لا بوال ديالي خليت المقله تاعي تسخن. لا بيتزا تحب سخانه. فوالا نستوها باش تعطينا شكل شباب. كيما قلت لكم راني نسخن في المقله ديالي على نار قليله. نحطو هاد لابيتزا ديالنا نستوها مليح ونخلوها طيب في غردها. كي طيب على الجهة الأولانية نقلبوها ونبداو نديرو لها لاصوص ولا غارنيتور ديالها. فوالا نخلوها طيب على الجهة الأولى تحكم روحها شوية ونقلبوها دو لوطخ كوتي. نفقدوها نشوفوها من تحت مازالها شوية خضرا مازال ما طابتش توجو غير بلا سباتول. تقدروا تبوجيوها وتشوفوا لا بيتزا تاعكم وين لحقت في لا كويسون تاعها. توجو خلو النار قليله باش ما تتحرق لكمش بيان سور وما تبقاناش من الداخل خضره. نقلبوها دو لوتر كوتي. فوالا باش طيب نبداو نديروا لها لا غارنيتور تاعها. توجو كيما قلت لكم خلوها على نار قليله. نبداو نديروا لها لاصوص طوماط يعني نمشوها كامل باش ما تجيناش ناشفه. هاد لابيتزا تاع المقلاة حنا نحبوها بزاف في الدار مليح الواحد يبدل ماشي توجور ناكلوها في الفوغ. وصفة خفيفة صيفية وتوالم بزاف مع هاد السخانة. فوالا نمشوها كامل ندير وين ما قصتش لي بوردور بيان سور باش ما يجوناش ناشفين. هاكدا تكون كامل لو ميم نيفو ونزيدو لها لي زوطخ زانغريديون. نديرو لها الطون فوالا غابيها قلت لكم ديروها على نار قليله. لو طون لي رانا نقارنيو فيها هي راهي طيب ابتي فو. فوالا نزيدو لها هذاك الفلفل الخضر والفلفل الاحمر. لا غارنيتور سي او شوا كل واحد كيفاش يديكوري. فوالا نزيدو لها هذوك لي روندان تاع البصل بالبصل تاعنا كحجينا بزاف بنينه. نزيدو لها الزيتون. لا بيتزا تجي بزاف شابه مع الزيتون. ميم تانيك رانا نكسرو في لي كولور. فوالا توجور راهي طيب على نار قليله. نعاود نفكركم و بيان سور نديرو لها الفرماج هكذا وراهي تكمل في طيابها. بوجيوها غير ليجيرمون باش طيب لنا كامل في لي كوتي. هكذا نديبلاسيوها ونخلو هذاك الفرماج يذوب. نخلي على هاد لابيتزا ديالي تكمل طيابها ونكمل كامل الحبات اللي بقاولي ونتلاقاو ان شاء الله في لو بلا تاع لا بريزونطاسيون. هذه هي لابيتزا تاعنا اللي طابت في المقله بعد ما كملناها في الشكل النهائي تاعها. خرجت ما شاء الله ميم الريحة تاعها دايرة حالة في لاكويزين تشهي. كيما شفتو معايا وصفة سهلة اون بليس توالم بزاف في هاد السخانة. ميم لي زانغريديون تاعها ساهلين ومتواجدين في كل دار. نقسم معاكم هنايا ان مورسو نشوفوها كيفاش جات. بسم الله قسمت معاكم هنايا ان مورسو نشوفوا لاباط تاعنا كيفاش جات. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله بزاف خفيفه. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا ميم لاباط تاعنا من تحت هايليك كيفاش طابت لنا ما شاء الله. لا بيتزا تاعنا بزاف خفيفه. فوالا شهيتكم في الجنه ان شاء الله. هذه هي لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم وهذه هي لا ريسيت اللي كانت بيتزا في المقلات بيتزا صيفيه. إلا عجبتكم هاد الفيديو ما تنساوش ان جيم ان كومونتير ان بارتاج. نتلاقاو في وصفات جديده ان شاء الله. مع السلامه.